واتصالا ينضم الينا ايضا هاتفيا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. استاذ اكرم، مع انطلاق الاجتماع الاول لمجلس امناء الحوار الوطني، كيف ترى هذا الحوار؟ هو يمثل بدايه لمرحله جديده من تاريخ الوطن. بالظبط، الحقيقه انه الجلسه النهارده لمجلس الامناء كانت ثريه وتضمنت فعلا اراء متنوعه لاعضاء مجلس الامناء، وبتؤكد بيئة شديدة يعني على مدى أسابيع فقط منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز هذا الحوار الوطني. يعني أعتقد أن الخطوات اللي اتخذت وصولا لليوم يمثل فعلا تاريخ جديد بالشكل اللي يسمح بمزيد من المشاركة ومزيد من توسيع تحالف 30 يونيو، ومزيد كمان من الواضح جدا أن هناك اتجاه واضح لفتح الباب للآراء المختلفة وتفاصيل الحوار وإدارة التنوع. وشفنا النهاردة الحقيقة آراء متنوعة، ثم الحقيقة الجلسة ثرية أيضا في وضع الأسس اللي يقوم عليها الحوار واللي تتيح لأكبر قدر من إما المشاركة في الحوار وإما متابعته بشكل واضح، وكان هناك شفافية في النقاش ووضوح وصراحة بالدرجة اللي أعتقد أنها تكون مبشرة لإعادة بناء الحوار بالشكل اللي يبقى أكثر قدرة على إنه يكون مثمر ويتيح الفرصة لأكبر عدد سواء من التيارات السياسية أو طرح القضايا الاجتماعية أو السياقات العامة لمستقبل حقيقي يضع أجندة لتوسيع المشاركة وإتاحة الفرصة بشكل كبير. نعم، طيب، المؤتمر الصحفي الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني كان به العديد من النقاط، دعنا نقول المنظمة لآلية عمل هذا الحوار، ونقاط أخرى كانت ضرورية للتوضيح والتأكيد عليها، على سبيل المثال أن الدستور مصر ليس قابلا للنقاش في هذا الحوار. أهم ما توقفت عنده في هذا المؤتمر الصحفي من نقاط شبيهة تراها أنها كان يجب أن توضح بشكل مباشر وصريح حول آلية عمل هذا الحوار بشكل عام؟ يعني أهم النقاط هي طبعا دي الجلسة الافتتاحية، فأهم النقاط الحقيقة منذ الصباح الحقيقة وتأكيد الدكتور ضياء رشوان على أنه استمرار الشفافية وإطلاع الرأي العام خطوة بخطوة بتفاصيل الحوار، اللائحة اللي بتحكم الحوار ومواثيق الشرف فيما يتعلق بطريقة الحوار وقدرة الأطراف على الاستماع لبعضها، تقبل الآراء المختلفة للأطراف اللي تدخلت وطرحت فكرة توسيع اللائحة أو اللائحة التي تضبط الحوار، المحاور اللي تم تحديد فيها السياق العام، فكلها الحقيقة نقاط مهمة لأنه الجلسة الافتتاحية بترسخ لأساسيات حوار يعني كان باين من الأول، لكن الحقيقه انه اليوم النهارده برغم انه كان طويل الا انه كان مثمر فيما يتعلق بوضح النقاط الرئيسيه، واهم شيء يعني في رايي هو اللي دايما بنقول عليه بناء الثقه واقافه الجسور المشتركه بين الاطراف المختلفه، وانه يكون ما فيش طرف لديه الرغبه في انه يستاثر بالحوار ولكن يكون قادر على الاستماع يعني بالارسال والاستقبال فيما يتعلق بالحوار. نعم، نقطة أخرى كانت يعني أيضا ملاحظ أن تم التوضيح والتجديد عليها أن من يختلف أكيد يعني مختلف تماما عن من قتل وحرض، أن من قتل وحرض وساهم في القتل ليس يعني ممن ينطبق عليهم مواصفات المشاركة في هذا الحوار الوطني. دي نقطة محسومة منذ البداية الحقيقة، لأنه يعني هذا الأمر ما كانش محتاج تساؤلات، لكن اي حد مارس العنف او حرض عليه او احتفى به لا يحق له ان يدخل في حوار مع شعب كامل مسالم نجح في انه يمر بمسالمته وبسلميته في انه يواجه ارهاب ويبني ويسير في اتجاه التنميه، وبالتالي في هذا الحوار لاجل المستقبل هذه الاطراف اللي بتمارس الارهاب او مارسته او حرضت عليه هي اطراف من الماضي فلا يحق لها ان تشارك في المستقبل، لكن الحقيقه انه الحوار في المقابل بيفتح الباب ل 105 مليون مصري باستثناءات قليله لمن مارسوا العنف او حرضوا عليه، ودي نقطه واضحه واعتقد ان عليها شبه اجماع فيما يتعلق بهذا الامر، لانه اللي مارس الارهاب او حرض عليه ليس من حقه ان يشارك في هذا الحوار، لكن ده هذا يعني انه كافه الاطراف سواء مؤيده او معارضه، واحنا هنا ما بنقولش مؤيده او معارضه، كل شخص لديه رأي سواء متفق أو مختلف مع الطرف الآخر هو فقط يستمع
ويحدد وينطلق من 9 سنوات جرت فيها تفاصيل كثيرة وتحققت فيها الحقيقة خطوات مهمة فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بالبنى السياسية والاجتماعية. كل ده سيترجم بعد توصيات الحوار ليبدأ حوار واسع داخل المجتمع بمشاركة شبابية، بمشاركة الأطراف المختلفة، نعم، بمجالس محلية، بالبنى السياسية والاجتماعية، في قضايا اجتماعية وفي قضايا اقتصادية. فطبعا الاختلاف في الرأي هنا اختلاف ممكن يكون واسع أو ضيق فيما يتعلق بالتفاصيل، لكن هناك انطلاق من نقاط محددة بأن دولة 30 يونيو في سبيلها إلى أنها تبني المستقبل. أشكرك الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.